بعد انقطاع فترة رجعنا لكم، بس راح يكون في اشي جديد على القناة. راح اصير اصور لكم السيارات اللي بيجي على كراج لانه كيف بيرفورمنس، راح افرجكم كل السيارات ويلا بينا. اول سيارة معنا اليوم تويوتا سوبر ام كي 3، السيارة عليها موتور 1 جي زد، عليها تربو 35 صيني، عليها بخاخات معدلين، عليها كمبيوتر لينك اي سي يو. بفرجكم اياها من جوا، سيارة كثير نظيفة ما شاء الله. هاي كمبيوتر لينك انتو شايفينه، هاي اول شي بنربط السيارة بالجنازير زي ما انتو شايفين عشان السيارة ما تطيرش برا الداينو ورا ومن قدام. هاي مروحة عشان تبريد، عشان زي كانها السيارة تكون ماشية على الشارع، لانه هاي العادة تصير تلف على الداينو. هاي احمد الحام بعمل التيونينج، كنت عامل على كمبيوتر لينك اس كيو، بعمل تيون هون مبين عنده الاطراف برضه. بنعمل تيست لهذا الاشي اللي اسمه بوست سيلوين، اللي بيفتح بوست بتحكم بالبوست. طلع هذا الجهاز خربان، وهلا بنغيره عشان نقدر نفتح بوست بالسيارة. طلعت المشكلة، الكهرباء تبعت البوست سيلوين مو مشبوكة صح، فهلا شبكناها واشتغل سيلوين عشان نقدر نتحكم بالبوست. هسه بدنا نطلع هاي الستيشن، هي مبين عليها سيارة عادية، هي شغل سيدة من رماحة. افتح الغطا اخوي، ما شاء الله، يعني جد يعطيك العافية، الله يعافيك، يسعد ديرك رماحة. هسه بدنا نطلعها عدنا عشان نعملها تيوب. طبعا هاي السيارة ما شاء الله شغل رماحة، هيو هذا الزلمة. سيارة عليها موتور 1 جي، عليها جريت جنريشن 2 صح رماحة؟ جنريشن 2، عليها بخاخات 1050، عليها كويلات، عليها كمبيوتر لينك هسه بجيكم اياه، عليها لينك اكستريم. ايوه السيارة من جوا ومن برا وكالة ما شاء الله، مدهون جديد وغرفتها وكالة. هسه بدنا نعايرها، احكي بالفيديو انها لسه مش خالصة. حاضر حكينا، لسه السيارة مو جاهزة بحكي لك رماحة، لسه بدهم يشطبوها السيارة لقدام. بس السيارة ما شاء الله شغلها كثير مرتب، عندنا الرماحة شغال كهربتها يطلع يا شباب، ولا سلك مبين برا. هذا السلك هلا ركبناه عشان النوك، عشان نسمع نوك، حطه هون نشبكه على السماعة هاي اللي جوا، تسمع إذا في صوت صباب ولا لا، عشان احنا نعمل لما نعمل تيون نكون سيفتي. بدنا نشبك هسا الوصلة بالكمبيوتر اللينك، عليها لينك اكستريم. نشبك هاي الوصلة فيه، نشبكها وين؟ على الكمبيوتر عشان ايش؟ نعمل برمجة على على الكمبيوتر. نشبك السيليكون هيك، شبكنا الكمبيوتر على البي سي تبعنا عشان نعمل التيون. تقريبا خلصت السيارة على لو بوست، يعني تقريبا السيارة فاتحة بوست 09، جابت 320 حصان و 460 تورك، هيك كويس لأن سيارة شارع يعني استخدام يومي. Yeah.
طلعنا البي ام. السيارة عليها موتور 28 عليها تيرمو جنريشن 2 هاي الموتور عليها بخاخات 1050 سي سي وعليها تيربو جنريشن 2 كويلات بس بنعمل فيها رن على الدايم. هلا فضلنا البنزين عملنا فيها ايثانول عشان نعيرها على الايثانول، نعاير الايثانول لحال والبنزين بنعيره لحال، او في قطع مرات نقدر نحطها اللي هي اسمها فليكس فيول تقدر تعاير الايثانول والبنزين مع بعض. خلصنا عيار بنزين، ركبنا على الخط الراجع عشان نسحب البنزين اللي فيها وهسه بنعبي ايثانول. اسحب السياره. صباح خير. اليوم معنا اول سياره اللي هي سياره خالد. صباح الخير خالد حبيبي. كيف حالك؟ ايش مركب على السياره اخوي انت؟ لينك هي موتور سوبر ستوك صح؟ يس 100% عليها موتور سوبر ستوك بس عليها كمبيوتر لينك اس يو احنا بنطلعها هون على الداينو بنربطها وبنعمل التيون لللينك. اجا احمد صباح الخير. والله كيف حالك؟ زين بنربطها من هون ومن هون عشان ما تطيرش السياره من الدهن. كان في مشكله بضغط البنزين فشيكنا على كهرباء طرمبة البنزين نازل شوي فعطيناها سلك خارج من البطارية للطرمبة مباشرة عشان يكون ضغط البنزين فيها كويس. شايفين هاي الطرمبة هاي السلك ماشي 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 هذا طبعا تسليك بس عشان الدايم بروح السلك وين على البطارية. هسه عنا هاي السيارة بي ام دبليو اي 36 هسه كشف عليها موتور 1 جي زد. السيارة برضو شغل محمد رماحة فرجيكم موتور كيف افتحها. الو يزم كيف يفتح يزم حد في هنا؟ عليها موتور 1 جي Thank you.
تصير عليها اربع اكزوستات، فالاي اف ار ما راح يعرف يقرا من اربع اكزوستات، فراح عملنا لها زي خزقه من عند الاكزوست عشان نحط الاي اف ار من جوا من عند الاكزوست من تحت، هي ننزل تحت السياره ونركبه. هنا بنسي انفكت الاكسجين اللي اعطينا قراءه الاي اف ار اللي هي الاير فيو ريشيو، بس هاي السياره عشان لها اربع اكزوستات فما راح يقرا كويس، نحط احنا على الاكزوست من قدام من قدام عشان نعرف نقرا الاي اف ار. الاي اف ار كثير مهم اللي هو يظبط نسبه البنزين والهواء بالسياره. رماحه مره واحده اه كثير واطي السيارة شو عليها؟ يلا روح أدعس. هلا والله شو بدك تحط عليها؟ جو مهرجانات رماحة صاير بتغير علينا آخر زمن. يصير عليها موتور 1 جيزد، عليها تربو 35 أتوقع، عليها بخاخات معدلين، فيو سيستم معدل، عليها ضغط بنزين، يعني شغلات بيسك، عليها طابات هواء أهم شيء. صوت السيارة بتعلي السيارة. نورنا بالسيارة بس كنا نسمع صوت من عند التيربو، فتحنا التيربو اللي طلع ايش؟ تيربو معيب. كان شفرة التيربو هاي، شفرة التيربو بتلعب فبتحك تضرب هون. الدعس العالي هاي لا سمح الله بتكسر، إذا كسرت السلام عليكم. رماح جاب كل تيربوهات الأردن. كرتين أحلى. باب مكفول طلع وري الكفال، 30 مكفول. 30 أحلى أخوي زي الألتيما. 30 شهر يلا 50 اكيد من المنطقه. سيب التربو اعطيني هذا خلص. لا ابو ضاوي مسكر علينا التصوير. وريني التربو الجديد، وريني التربو الجديد. معقول تجمعنا هاي؟ لا عربية النار تعود كثير صغيرة. طلع هاي ذكر هاي انثى كيف تجمع؟ اه خلص تمام. يلا هاتوا خلينا نروح نوديه على شو اسمه؟ هذا هو التربو. اه بعدين تقريبا قربوا يخلصوا تركيب التربو الجديد. زين يلا يزم التربو الجديد ركب لحد دايلو جمع التربو طلع نعملها دايلو ده اوكي الامور عشان نكملها السبت مش اليوم السبت. وريهم التربو ايش طلع فيه زين. انت ليش طلع فيه زين؟ جينا عشان نخلص كنا اكثر من سياره صراحه الاسبوع هذا عشان نكون مرتبين الجدول. جينا نفتح الجمعه بس نظبط كم سياره اللي عندنا. هلا احنا بنكمل الاي 36 اللي امبارح خلصنا، ركبنا تيربو جديد واليوم ان شاء الله بدنا نخلص التيرنج تبعه. هلا طلع في مشكله بالبوست السياره، احنا يعني تقريبا هذا ايش اسمه بوست سولينويد اللي بتحكم بالبوست، يعني احنا عاملينه صفر والسياره عم تفتح بوست، فهذا بيكون في شيء غلط. بدي نتعلم شويه تيونينج من احمد. صباح الخير استاذ احمد. هلا والله. مساء الخير. صباح الجمعه. السيارة طلع فيها تقطيع خفيف، هلا بنغير كيلات الدرب نشوف اذا التقطيع راح ولا لا. الراجل الجداد راح عمل لهم جابنج الجهاز هذا صار فرجينا استاذ الله. 75 احنا بدنا نعمل 60 بدنا نعمل دحام مقتلي شل امل هالبدي يا الله. مشكلة التقطيع طلعت شغلة بالواجي، وهذا رجعنا لمشكلة البوست. السيارة ضلت تفتح بوست، بعدين ظبطنا شغلة بالوزجيت صار يفتح بوست تدريجي، بطل تفتح البوست مره واحده من 4 ام واطي، صار يفتح بوست تدريجي. فهلا بنغير زمره الوزجيت ونشوف. كل العده مول، صاروخ، الحام، كل حاجه. شيء كلام تربو الوزجيت. ظلت المشكله موجوده، فقررنا بالاخير انه طلعت المشكله من الوزجيت نفسه، فراح نفك وزجيت ونغير لها وزجيت، بس مش هلا. راح تروح ليوم الاثنين. هلا احنا حاليا اليوم جمعه، حتكون هاي نهايه الحلقه.